في النشام الأبيض أسود العاصمة مع النشامة في لقاء جميل. هذه واحدة انطلاقة منذ البداية. سلام هلالية هلالية، هذه محاولة هلالية، تصويب، جول 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 جول. يا أخي أنت شو قصتك؟ يا أخي أنت شو الحل معك؟ الدباغ والأول عودي يفعلها في أول الثواني، في أول اللحظات. لم نذكر التشكيلة بعد، لم نتحدث عن أي شيء بعد. يأتي الدباغ ليقول أن الهلال لن يفرط في البطولة. عند فريق النشامة، لاحظ هنا الدباغ، يا سلام الأول والثاني، لاحظ الدباغ، يا سلام، أين الرقابة؟ أين الرقابة؟ الدباغ تتركه وحيدا تعاقب. حارس نادي هلال القدس، لاحظ الدباغ، يا سلام، يا سلام يا أخي، والله لعيب، يا أخي والله لعيب. في كل يوم تثبت على أنك رقم صعب، كيف لا وأنا قلت عنك باسورد، أنت كلمة سر في الهلال، أنت كلمة سر، ومن الصعب إيجاد الحلول لهذا اللاعب، من الصعب.